إيش هالآية اللي سمعتها؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم إلينا لا ترجعون؟ متى سمعتها؟ قبل تقريبا أسبوعين. من مين؟ من الشيخ مسعود. وش سويت فيك؟ غيرت أشياء كثيرة، شيء عظيم. قبل كم تقريبا؟ قبل أسبوعين؟ أسبوعين. سمعتها ليل نهار؟ لا، في الليل على تقريبا الساعة 3 الفجر. كنت على اليوتيوب، كنت أشاهد المقطع، تغير فيني شيء عظيم. حسيت شعور. وبعدها في الأسبوعين هذي حاولت أهدي من وضعي. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما ترى محسوب يكفي كفانا الذنوب، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله. املأ زمانك ما يخيبك حاشا تفرج بعونه، املا زمانك.